كره تلعب لين تعود لفرانشيسكو. فرانشيسكو توتي مرة لين لبيانيتش يانيتش يسجل هدف على طريقة فرانشيسكو توتي على طريقة الملعقة. يانيتش تلعب بجوار الكابيتانو تتأثر بإمكانياته بقدراته. مين اللي بيانيتش يذكرنا بأهداف الكابيتانو، يذكرنا بكرات فرانشيسكو. يبدع 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 بيانيتش يسجل هدف ولا أروع ولا أروع من ذلك. كان ذكي لامح وشاهد الحارس متقدم وكرة كانت في غاية الروعة في غاية الروعة يا بوسني. أبدعت وتألقت تفننت يا بيانيتش ووضعت الكرة باقتدار في شباك فيرونا. النتيجة الآن 2-0 هي الكوتيايو بالفعل.